أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس السابق، وهو الدرس الخاص بعلم المنطق، قد وصل إلى ما ذكره المصنف تحت عنوان تنبيهات. وذكرنا في أو عفوا تحت عنوان تنبيه، وذكرنا حياك الله شيخنا العزيز، وذكرنا في التنبيه الذي هو يتكون من أمرين، أن المصنف قال بأن الوهم والشك ليس من أقسام العلم، بل هما من أقسام الجهل، مع أن المصنف، هذا هو الكلام الذي ذكرناه آخرا آخر الكلام، مع أن المصنف ذكر في متعلق التصور والتصديق أن من متعلقات التصور النسبة عند الشك، النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها، وبالتالي إذا كان من متعلقات التصور فإذن هو علم. فكيف يقول المصنف هنا أنه من متعلقات الجهل؟ والجهل والعلم متقابلان، هذا في قبال هذا. طبعا هنا البعض أراد حل المشكلة، يعني كيف يمكن أن يكون هناك علم وهنا جهل؟ الشك والوهم من أقسام التصور، فإذن هو أدنى مراتب العلم اللي هو الإدراك اللي هو التصور. غاية ما في الأمر أن العلم إما ترجيح لطرف على طرف أو لا ترجيح، فيكون علما بلا ترجيح. فما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة في هذا المقدار بالذات؟ لا توجد مشكلة، ولكن المصنف هنا يقول ماذا؟ يقول الوهم والشك ليسا من أقسام العلم، بل هما من أقسام الجهل. طبعا قد يقال بأنه الجهل هنا ليس الجهل المقابل للتصور، وإنما هو الجهل المقابل لمن؟ للتصديق، فيكون ماذا؟ جهلا تصديقيا، فيكون من أقسام الجهل التصديقي. لماذا؟ لأن التصديق من عناصره المقومة هو الترجيح و الشك والوهم ليس فيهما ترجيح، وبالتالي يمكن أن يوصفا بكونهما من أقسام الجهل التصديقي في قبال التصديق، وتنتهي القضية هكذا. لذلك قال الأول أن الوهم والشك ليسا من أقسام التصديق، بل هما من أقسام الجهل، قد يقول الجهل التصديقي لا مانع،
باعتبار أن الجهل التصديقي في قبال ماذا؟ في قبال العلم التصديقي، فلا توجد مشكلة. أما الأمر الثاني أن الظن والوهم دائما يتعاكسان، الظن والوهم، الظن هو ترجيح أحد الطرفين مع عدم نفي الطرف الثاني مطلقا، يبقى احتمال الطرف الثاني ممكنا. التوهم هو المعاكس أو الوهم هو المعاكس، فإن الظن والوهم يتعاكسان. إذا ظننت بطرفين فالمقابل من الجهة الثانية أمامه المتوهم الواهم. فإنك إذا توهمت مضمون الخبر فأنت تظن بعدمه، هكذا إذا تصورناك من الجهتين. وإذا كنت تتوهم عدمه فأنت تظن بماذا؟ بمضمونه، فيكون الظن لأحد الطرفين توهما للطرف الآخر. فالظن والوهم يتقاسمان طرفي الخبر بهذه الطريقة، وهي الطريقة التي يكون فيها ترجيح طرف على طرف توهما للطرف الآخر، باعتبار أن الوهم هو الأخذ بالطرف الضعيف من الخبر، أي غير الراجح أي المرجوح. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف في قضية أقسام التصديق. البحث الجديد بعد هذا هو بحث الجهل وأقسام الجهل. ما هو الجهل؟ ما هو الجهل؟ يقول المصنف في تعريف الجهل: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم. الجهل ليس إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم. طيب، هذا ماذا؟ هذا تعريف الجهل. طيب، الجهل في قبال ماذا؟ الجهل في قبال العلم. طيب، ما هو العلم؟ العلم كما قال المصنف هو حضور صورة الشيء عند العقل، هذا هو العلم. العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل، والجهل هو عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم. طيب، المصنف في الصفحة السابقة ماذا قال في بيان أقسام التصديق، في بيان اليقين ماذا قال؟ قال: ولليقين في الهامش، ولليقين معنى آخر في اصطلاحهم، وهو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد، وهو أخص من معناه المذكور في المتن، لأن المقصود به التصديق الجازم المطابق للواقع سواء كان عن تقليد أو لا.
ماذا يعني ذلك؟ لماذا العلامة المظفر ذكر في هذا الهامش أن المقصود من اليقين هنا هو التصديق الجازم المطابق للواقع؟ لماذا؟ الجواب: لأن المصنف في هذا البحث الجديد وهو بحث الجهل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول بأن العلم والجهل متقابلان ولا يمكن أن يكون بينهما غير التقابل، والأمران المتقابلان لا يدخل أي فرد منهما تحت الآخر. وهذا ماذا يعني؟ وهذا يعني أن الشخص الذي يكون عالماً لا يمكن أن توصف معلوماته بوصف الجهل، لأن العلم والجهل متقابلان. طيب، هنا قضية. القضية الأولى أن المصنف في هذا البحث الجديد يريد أن يثبت أن الجهل إذا كان مخالفا للواقع، مثل الجهل المركب، الجهل مثل واحد يعتقد بأنه عالم وهو ليس بعالم، فيقال عنده ماذا؟ جهل مركب. مثل هذا الشخص اللي طالع يقول فتشوا الكتب، هذا جاهل. الآن هذا عنده جهل مركب، لماذا؟ لأنه جاهل ويجهل بأنه جاهل. ماذا نسميه؟ نسميه جاهل مركب. لماذا نسميه جاهل مركب؟ لأن الجاهل المركب جهله يتكون من جهلين: جهل بالواقع وجهل بذلك الجهل. فإذا هو ماذا؟ هو جاهل من جهلين. ما هو فرقه عن الجاهل العادي؟ الجاهل العادي هو الشخص الذي لا يعرف معلومة ثم يطلب المعرفة فيسأل، هذا نسميه جاهل بسيط. في قبال من؟ في قبال الجاهل المركب الذي مثاله أمامكم، هذا الذي يقول يسمي نفسه فتش الكتب، هذا من الجهل من النوع الأول. العلامة المظفر يقول حقيقة الجهل هي عدم العلم. حقيقة العلم هو حضور صورة من المعلوم عند عقل العالم. طيب، لما كان الإنسان العالم عنده صورة، الإنسان غير العالم هل لديه صورة؟ يقول عدم العلم. كيف قد عدم العلم؟ يعني لا توجد صورته.
فعندما أقول أنا لست عالما بزيد، ماذا يعني ذلك؟ لا توجد صورة لزيد في ذهني. أما إذا كنت وضعت صورة لزيد وهي لا تعبر عن زيد بل تعبر عن عمرو، وأنا أعتقد أنه زيد، وإذا قيل لي هذا عمرو أقول لا هو زيد، أكون مثل من؟ أكون مثل هذا، فتشوا الكتب، جاهل مركب. عندي صورة خرافية وأقول إنها الواقع، ماذا يحصل؟ يحصل أن هذا يسمى مرض نفسي. وكما قال الشيخ المظفر، هذا النوع هو قبيح وهجين. لماذا؟ يقول لأنه جهل بالواقع وجهل بالجهل. ولأن صاحبه يعاني من مرض نفسي، ما هو المرض النفسي؟ أساسا هو لا يعرف إن كانت نفسه مليئة بالمعلومات أو مليئة بالخرافات، ويعتقد أن نفسه المليئة بالخرافات مليئة بالمعلومات. ماذا يعبر عنه؟ الجاهل المركب. لذلك قال المصنف: ليس الجهل إلا عدم العلم ممن له الاستعداد للعلم والتمكن من العلم، فالجمادات والعجماوات لا نسميها جاهلة ولا عالمة. جمادات، لماذا؟ لماذا لا نسمي الجمادات والعجماوات؟ الجمادات يعني هذه الأجسام الجامدة، العجماوات ما لا ينطق من الأجسام الحية من العجمة. طيب لماذا لا نسميها؟ لأنها ليست له القدر، ليست له القدر. فإذا كانت ليست لها القدرة، فإذن هي لا تسمى لا جاهلة ولا عالمة. حتى أقول عن هذا يعني الكرسي الذي أجلس عليه بأنه جاهل، لابد أن تكون له القدرة على أن يكون عالما. فإذا كان فاقدا للقدرة على أن يكون عالما، فلا يصح لي أن أقول عنه ماذا؟ جاهل. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن متمكنا من العلم فكيف يوصف ماذا؟ بالجاهل. يقول: مثل العمى، فإنه عدم البصر في من شأنه أن يبصر. طيب هذا التليفون جماد، هذه الورقة جماد، هذا الكتاب جماد، هذه الجمادات هل يمكن أن توصف بأوصاف هي في ذاتها لا يمكن أن تتصف بها مهما حصل؟ كلا، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأوصاف إنما توصف بعدمها إذا كانت تستطيع أن تتصف بملكتها بأصلها. فإذا كان الكرسي لا يتصف بالعلم، هل أستطيع أن أقول الكرسي جاهل؟ لا. لماذا؟ لأن الكرسي لا يمكنه أن يكون عالما. فإذا لم يكن الموصوف إذا لم يكن يتمكن الموصوف من أن يتصف بالصفة الإيجابية، فلا يمكن سلب الصفة الإيجابية عنه أساسا. فإذا قيل عن إنسان بأنه أعمى، فلماذا يقال عنه أعمى؟ لأنه كان من الممكن أن يكون بصيرا. فهل يمكن أن أقول عن الكرسي بأنه أعمى؟ كلا. لماذا؟ لأنه ليس من شأن الكرسي أن يكون بصيرا، ليس من شأن الكرسي أن يكون بصيرا. ولذلك يقول: فإنه مثل العمى، فإنه عدم البصر في من شأنه أن يبصر، فلا يسمى الحجر أعمى. لماذا؟ لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون مبصرا، حتى عندما يفقد هذه الصفة نقول عنه ماذا؟ نقول عنه بأنه أعمى. وسيأتي أن مثل هذا يسمى عدم ملكة، ومقابله وهو العلم أو البصر يسمى
ملكة. هذا طبعا سيأتي في بحث التقابل. فيقال إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها. طيب ما هو التقابل بين العلم والجهل؟ ما هو التقابل بين العلم والجهل؟ يقول المصنف إن العلم والجهل متقابلان تقابل الملكة وعدمها، يعني وعدم الملكة. طيب هل العلم أحسنت، لأن الكرسي لا يمكن أن يكون مبصرا حتى نقول عنه بأنه أعمى، لأن الكرسي لا يمكن أن يكون عالما حتى نقول عنه ماذا؟ أنه جاهل. واضح؟ ومثل هذا أساس الوصف خطأ، أساس التوصيف خطأ، وهو ليس كمثل من يعتقد بنفسه عالما وهو ليس بعالم. الذاك يعني لأن ذلك الشخص الذي يعتقد بنفسه عالما وهو ليس بعالم له القدرة على أن يكون عالما، وقد احتوى ذهنه على صور لأمور لأشياء قد يعتقد بها بأنها تخص أشخاصا بعينهم ولكنها ليست كذلك. فيعتقد مثلا أن فلان هو زيد وله ليس بزيد، أو فلان هو عامر وليس عامر، فلان هو باكر وهو ليس بباكر. فماذا يقال عن ذلك؟ يقال عن هذا الشخص الذي يحمل صورة غير واقعية لشخص ويعتقد بأنها لشخص آخر، يقال له ماذا؟ جاهل مركب. الإنسان الطبيعي، الإنسان كما يقال غير المريض نفسيا، إذا واجهته بجهله ماذا يقول؟ يقول استغفر الله وانتهى، علمني، هكذا إني جاهل فعلمني. طيب أما الإنسان المريض ماذا يقول؟ لا، ما عندي من صورة هي ماذا؟ هي واقعية. على طريقة من؟ على طريقة عنزة وإن طارت. طبعا المثال الأبرز لقضية الجهل المركب هي قضية عنزة وإن طارت. هذه عنزة وإن طارت اختلف شخصان أنه هذا الصوت الذي خلف الشجرة هل هو صوت طائر أو هو صوت عنزة؟ قال وأحدهما بأنها عنزة، وقال الآخر هو طائر. فاختلف، فصعد الصوت، ارتفع صوتهما، فطار طائر من خلف الشجرة. قال له الشخص الذي قال بأنه طائر، ألم أقل لك بأنه طائر وليس عنزة؟ ماذا قاله الشخص الذي قال بأنها عنزة؟ قال إنها عنزة وإن طارت، عنزة وإن طارت. هذا الشخص الذي يقول عنزة وإن طارت يعبر عنه بالجاهل المركب، يعبر عنه ماذا؟ بالجاهل المركب، وهو شخص مريض. وهذا التطبيق، تطبيق التكتك، مليء بهؤلاء المرضى الذين يعتقدون أنهم من أصحاب المعارف وهم جاهلون بها في الواقع. هذه قضية. لماذا نختم بهذه القضية؟ لماذا في حديثنا عن العلم والجهل ركزنا على معنى العلم والجهل؟ لماذا؟ لأن المصنف وهو العلامة المظفر في كلامه عن العلم وعن الجهل له رأي خاص، وهو أن الجهل بكل أقسامه هو جهل في قبال العلم. فإذن كل ما يقال عليه جهل فهو جهل في قبال العلم. طيب هل هذا رأي صحيح؟ كلا، هذا الرأي ليس صحيحا. ما هو السبب؟ سنبين مفتاح السبب، ثم بعد ذلك في الدرس القادم سندخل في التفاصيل. ما هو مفتاح السبب؟
نقول مفتاح السبب أن تعريف العلم هو حضور صورة الشيء عند العقل. إذن العلم أمر ماذا؟ وجودي. ما معنى أمر وجودي؟ يعني ليس فيه كلمة العدم، كلمة العدم تجعل الشيء عدمي. طيب العلم هو شيء وجودي، طيب وهو حضور صورة الشيء عند العقل كما قال المظفر. طيب الجهل عند المظفر ما هو؟ يقول عدم العلم ممن شأنه أن يكون عالما ومتمكنا من العلم. طيب حقيقة الجهل هل هي حقيقة وجودية؟ لا، ليست حقيقة وجودية، إنما هي حقيقة ماذا؟ حقيقته أنه عدمي، لأنه في تعريفه ماذا أخذ؟ عدم العلم، عدم العدم، كلمة العدم تجعل المفهوم عدميا. طيب الجهل المركب هل هو عدم علم أو لا؟ هو صورة في العقل لا تطابق الواقع. الجواب هو صورة في العقل لا تطابق الواقع. فإذا كانت الصورة في العقل لا تطابق الواقع، هل ينطبق عليها تعريف الجهل؟ لا. لماذا؟ لأن تعريف الجهل هو عدم العلم، لا العلم المخالف للواقع، لا الصورة المخالفة للواقع. وهذا هو الاشتباه الذي وقع فيه العلامة المظفر، هذا هو الاشتباه الذي وقع فيه العلامة المظفر عندما قال بأن العلم والجهل متقابلان مطلقا، والحال بأنهما ليسا كذلك. هذا تمام الكلام في حديثنا لهذا اليوم. إن شاء الله يأتي بقية الكلام في اللقاء القادم. الآن سنقطع البث ثم بعد ذلك نرجع حتى يتم إنزال هذا المقطع لوحده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.